سؤال تسأل سيدة جليلة تقول أنا مسك جمعيات كثيرة واضطريت أفتح حساب في بنك تجاري تقليدي، وبعدين خدوا مني 10,000 يعني حطوه على جنب كشرط لفتح الحساب، وبعتوا لي أرسلوا لي كريدت كارد وقالوا لي المبلغ ده هنحطه في الكريدت كارد تقدري تستخدميه ومعاك فترة سماح. وأنا متحرجة، لم أستخدم كريدت كارد في الماضي ولا أريد أن أستخدمه في المستقبل، لكن أنا اضطريت لفتح الحساب في بنك تقليدي لأن الخدمات المصرفية في البنك الإسلامي قد لا تغطي حاجاتنا كلها خاصة في المعاملات الدولية. فتسأل ما الذي يلزمها وما الحرج الشرعي الذي يلحقها؟ نقول لها اسمعوا جيدا، الأصل ألا نودع أموالنا في البنوك التجارية التقليدية مع وجود المصرف الإسلامي البديل الذي يفي بالغرض. لقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. إذا لم يتيسر له ذلك، نحن هنا نقيم خارج بلاد المسلمين وليس لدينا مصرف إسلامي بديل، لكونه لا يفي بالغرض أو لعدم وجوده أصلا جاز الترخص بالإيداع في المصرف التقليدي للحاجة، ولا حرج في وجود كريدت كارد إذا اقتضته الإجراءات الإدارية للبنك، ولا يستخدم إلا تحت وطأة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وإذا طلع له أي فوائد ربوية لا يتمولها ولا ينتفع بها ولا يتركها أيضا للبنك. المال الحرام لا يطيب أكله طبعا قطعا، ولا يلزم رده، إذا رددته إلى المصرف يتقوى بهذا على المزيد من القروض الربوية التي يعقدها ويستقل بفوائدها خالصة له من دون المرابين جميعا. فأصبحت قاعدة جميلة، المال الحرام لا يطيب أكله ولا يلزم رده في كل الأحوال، يلزم رده إن كان مسروقا أو مغصوبا أو منهوبا وعرف السبيل إلى مالكه، أما إذا يعرف السبيل إلى مالكه أو كان قد أخذ من مالكه برضاه كالأموال التي تدفع مقابل منافع محرمة، أموال الراقصات والفاجرات والمغنيات والموسيقارين ونحوها، هذه الأموال لا يلزم ردها إلى أصحابها. ومن بينها الأموال التي تدفع كفوائد ربوية عن إيداعات في هذه المصارف، لا تترك لهذه المصارف تتقوى بها على مزيد من معصية الله عز وجل ولا ينتفع بها أصحابها، إنما يتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، الفقراء، المساكين، جمعيات، حفر أبار، ملاجئ، أيتام، مستشفيات، وأمرها أوسع من أمر الزكوات. الزكوات الواجبة لها مصارف محددة، سورة التوبة لما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، مصارف 8 محددة. أما الصدقات العامة الغير مفروضة أمرها أوسع. فأسأل الله لنا ولها التوفيق إن شاء الله. أنا أقول لها لا حرج في هذه الحدود المذكورة، وجزاك الله خيرا على تحوطك وعلى تورعك يا أمة الله.